اللبس وهتكلم عليها بالتحديد لانها تخص الكابتن سعد عبد الحفيظ. النهارده لما تلاقي سعد سمير اللي بره القايمه موجود، ومحمد هاني، محمود متولي، مروان محسن، اعتقد انها هي عنوان النجاح او هي الخطوه الاولى للبطوله. ما تعرفش مين اللي ممكن على رجليه او على ايديه تيجي لك المكسب، ما تعرفش. يعني النهارده اكرم كان غايب بقاله فتره، واحد من نجوم اللقاء هنا وهناك اكرم توفيق، يعني بتتكلم على مثلا يعني على حد ممكن اجاي النهارده عامل دور كويس قوي، نزل بشكل كويس قوي. كهربا النهارده كان ممكن يسجل، حسين يعني النهارده بيأدي دور كويس جدا جدا جدا. انت ما تعرفش مين، وليد سليمان طبعا، كل المجموعه، مش عايز انسى حد، كل المجموعه، لكن اقصد اللي ممكن الناس بتاخد عدد قليل من المشاركه. يعني انا ما اعرفش النقطه الفاصله ربنا كاتبها لمين، فعشان كده لازم تحضر كل الناس على الاستعداد او يبقى حاضرين بذهنهم. يعني